والله المهرجان كان فيه حضور عظيم جدا وفنانين كتير ومتألق وعلى الأقل ان احنا بنثبت للعالم انه مهرجاننا موجود ومصر بلد آمنة وسالمة بغض النظر عن أي سلبيات ممكن تكون حصلت فيها، دي حاجات قدرية وتخلص على طول وربنا يحمي مصر، وإحنا كلنا فخورين وسعداء بمصر كمصريين. مندهشة على دوري يعني، وهو مفاجئ بالنسبة للناس وبالنسبة لمسيرتي الفنية، حتى الأدوار اللي أنا بعملها حاجة جديدة قوي، والفيلم مليان نجوم وفكرته رائعة وإنتاجه وإخراجه وتأليفه كله عمل كامل متكامل، وإن شاء الله يحظى بإعجاب الجمهور. حاجة رائعة جدا إن احنا بنفتكر الرواد بتوعنا وبنتذكرهم وربنا يحسن ختامهم، وهم قيمة وقامة، وإذا ما كناش يعني نتذكرهم ونحتفل بيهم في زيهم كتير على فكرة، وربنا يعني يكرم الجميع، والسينما مليانة كنوز فنية. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوالي. www.washwasha.org